اهلا يا دراغم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده هنرسم فيه فخار، فقبل ما نبدا ما تنسوش لايك الشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ويلا بينا. هنبدا نستخدم قلم اتش بي موجود في كل مكان. الرسمه النهارده هتكون بنسب، بمعنى ان احنا هنجيب مسطره وهنبدا نعمل خط بالطول ونعمل خط بالعرض، بس خط بالعرض ده هيكون مايل لناحية الشمال كده زي ما انتم شايفين، حاجة بسيطة. النسب دي اللي هتظبط لكم الرسمة ايا كان سنكم او مستواكم في الرسم. دلوقتي هنعمل شكل دايرة كده صغيرة او شكل بيضاوي تحت في الخط، من تحت خط الطول ده في اخره من تحت، نعمل كده شكل بيضاوي بالطريقة دي. طبعا بالتقريب، يعني زي ما انتم شايفين انا بقعد اعمل كده كام خط ورا بعض، وبعدين باخد خط بقى مظبوط بالنص كامل بينهم زي ما انتم شايفين، وبالطريقة دي بناخد الشكل البيضاوي بتاعنا. طبعا دي هتبقى قاعدة الجر او الفخار او القلة على حسب كل مكان وكل دولة ما بتقول على الفخار دي. هنبدأ بقى من هنا من فوق البيضاوي ده، شوية من فوق الحتة البيضاوية، هنعمل نص دايرة كده اللي هو هتكون قطعة الفخار نفسها أو قطعة الجر أو القلة أو الحاجة دي يعني نفسها. نعمل نص دايرة كده وخط لناحية الشمال زي ما انتم شايفين، ويقف عند الخط الأفقي اللي احنا عملناه مايل. وبعدين هنعمل النص التاني بتاع الدايرة من الناحية التانية زي ما انتم شايفين، نعمل النص دايرة كده اهو بالطريقة دي، ونكمل لحد قدام كده شوية لحد تقريبا ما نوصل لنفس المسافة عند الناحية التانية في نفس المستوى كده. طبعا الناحية التانية احنا رحنا خط الناحية الشمال، لكن الناحية دي بقى طبعا هنروح بخط كده من هنا زي ما انتم شايفين، من الحتة دي كده اتأكد من النسب، هنعمل من الحتة دي كده خط لفوق. هنروح من الحتة اللي احنا عملناها للناحية التانية، الحتة اللي عملناها بزاوية كده من اليمين، نتأكد ان النسب مظبوطة. زي ما قلت لكم بقى هنا هنعمل خط مستقيم بالطريقه دي، خط مستقيم لفوق، وهنقف عند طبعا الخط اللي احنا عملناه المايل ده عشان هو ده اللي بيوقفنا وبيدينا النسب بتاعي. ومن هنا هبدا بقى اقسم الحته نصين، نص هنعمله عند المكان بتاع او المجرى اللي هو اللي بينزل منه الميه من القله او الفخار، والنص التاني من الناحية دي من آخر الخط من جوه، يعني من ناحية الشكل البيضاوي. يعني بنبدأ من واحدة من بره الخط من ناحية فوق، وواحدة من جوه الخط من ناحية تحت زي ما انتم شايفين، وبنعمل ربع دايرة كده، وبعدين نص الدايرة الكبيرة اللي هي الفتحة الكبيرة زي ما انتم شايفين. وبعد كده نعمل واحدة زيها كده بس عشان تبين لنا ان الرسم 3D او ثلاثية الابعاد، يعني تبين لنا مجسم زي ما انتم شايفين الطريقة دي. طبعا رسمة النهاردة سهلة، يا ريت اللي هيرسمها يبعتلي على حسابي على الانستجرام، هتلاقوه في صندوق الوصف، روح تابعوني عليه، وهتلاقوا صفحة فيسبوك برضو روحوا تابعوني عليها في صندوق الوصف زي ما انتم شايفين كده. ومن اول بقى من اول تحت كده، مش من هنا لا، هننزل تحت ايوه كده شوية، من اول هنا هنعمل شكل اللي هو المسكة بتاعت الفخار او القلة او الجرة او اي ايا كان اللي بتقولوا عليه. بنعمل كده زي الودن بتاعته او الايد بتاعته الطريقة دي. طبعا الايد دي اخرها عند الخط المايل، فالخط المايل ده اللي بيمسك لنا كل الحاجات دي. طبعا الخط المايل ما يبقاش مايل قوي زي ما انا قلت، ولا يبقى مستقيم، يبقى مايل حاجة بسيطة زي ما انتم شايفين. وبعمل واحدة تانية زيها كده زي ايد تانية عشان طبعا هي ما بتبقاش واحدة زي ما انتم شايفين. طبعا دي النسب اللي احنا عملناها، وزي ما انتم شايفين من هنا كده ده الشكل اهو عشان اتأكد ان هو دائري بالظبط.
زي ما انتم شايفين بتأكد ان هو دائري بالطريقة دي. هنا بقى ببدأ اخطط الحاجات، يعني خلاص بعد ما احنا عملنا الشكل الخارجي ابدأ اعمل بقى التخطيط. التخطيط اللي هو ان انا بتقل شوية على الحاجة بعد ما اتأكدت ان هي مظبوطة بالنسب بتاعتها، وبمسح لو في زيادات او حاجة، لان احنا بنرسم بدرجة خفيفة. ده بالنسبة للي عنده درجات، لو ما عندكش درجات هتجيب القلم اتش بي العادي الرصاص الموجود في كل البيوت، وهتبدأ ترسم بيه واحدة واحدة، يعني ترسم بخطوط خفيفة عشان لما تيجي تمسح لو في خطأ في الرسمة تعرف تمسح والقلم يروح من الورق، لان القلم ممكن يعلم على الورقة وتيجي تمسح تلاقي برضو في لسه اثر رصاص على الورقة زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا مستني رأيكم في الكومنتات، لان رأيكم من الحاجات اللي تحفزني ان انا اكمل. طبعا بعمل دلوقتي خطوط كده بتبين لي تجسيدة المكان اللي هو اللي بيطلع منه الماء او الصنبور او الحتة اللي هي اللي بتصب منها الماء او الماء او اي حاجة، يعني عشان برضو في دول ممكن ما تفهمش اللهجة العامية زي ما انتم شايفين. طبعا كنت عملت فيديو عن درجات اقلام الرصاص في القناة، اللي عايز يروح يشوفه درجات اقلام الرصاص وازاي هتستخدمها وازاي هتعرف تدرجها من الغامق لحد الفاتح بالتفصيل. ونزلت فيديو برضو عن لعبة الحبار، الحمد لله احنا اول ناس نزلنا فيديو رسم عن لعبة الحبار زي ما انتم شايفين. بنعمل لمسات كده خفيفة في الفخار. الرسمة طبعا سهلة جدا وبسيطة، واي حد يقدر يرسمها من اصغر شخص لاكبر شخص. الرسم يا جماعة مش حكاية على حد، الرسم بس محتاج تدريب وانك تديله وقت عشان تاخد منه شغل حلو وترتيب. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى فيديو يكون عجبكم. اذا رغم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة.